واحد اثنين ثلاثة بدت الدقيقة. مع السلامة. خمسة يوم بقول لك عشر ثواني سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ايش اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. اشتقنا لكم كثير. اليوم فكرة المقطع غير مرة. انا احب المقاطع هذه. مقاطع الشراء. طيب بس قبل ما نبدا لا تنسون زر اللايك والاشتراك في القناة. خلوني اشرح لكم فكرة الفلوق. طيب عندي محلات هنا، محل ملابس، محل ايس كريم، محل ابو ريالين. افتح الاوراق، افتح الاوراق ورهم. عندك محل ابو ريالين، محل ايس كريم، محل ملابس وايش؟ ومحل الكترونيات، ومحل العاب، وسوبر ماركت. اسلم تابعك. طيب عطوني الاوراق هذه كلها. عطني عطني يا رب الالكترونيات. ايوه يا رب. كل واحد بيختار ورقه من هذه الاوراق بشكل عشوائي، واللي تطلع لك لك دقيقه واحده في المكان اللي يطلع لك. اوكي واضح صح؟ واضح كل شيء. بس وش رايكم قبل ما نبدا؟ جايب لهم تطبيق نون وكوبون خصم. سهلون عروض نون للسنة الجديدة 2021، خصومات توصل إلى 80%. الخصومات طبعا على جميع الأقسام في نون، والتوصيل مجاني بدون حد أدنى على منتجات نون إكسبرس. ولا تنسون عروض ميجا، هذه تتحدث كل 24 ساعة، خصومات مرة رهيبة. بحكم أن الجو حلو والجو الحين حق كشتات، عندهم كل أدوات البر اللي تحتاجها، شوايات بأنواعها وجلسات وفرشات. هذا أنا بنكشت إن شاء الله بعد كم يوم، فبشتري من هنا. أول منتج نبي مع الأجواء الحلوة هذه الجلسة الرهيبة، تصلح في البر. طبعا إذا طلعنا البر أكيد بيجينا مطر، فهذه الخيمة عجبني تصميمها وطريقة الفتح حقة الباب، فبنضيف عربة التسوق. ولي فترة وأنا أدور والله حذاء كذا جزمة رياضة، فعجبني هذه لونها حلو، فنضيف عربة التسوق. لما نضيف الأشياء عربة التسوق نجي للزبدة. كوبون الخصم عندك كوبونين، دي دي 50 أو دي دي 40. نسوي تطبيق يخصم لك 10% كحد أقصى 50 ريال أو درهم. طبعاً الكوبون الخصم هذا يشتغل على منتجات نون إكسبرس، والتوصيل مجاني وبدون حد أدنى. ولما تحط كوبون الخصم نضغط الشراء الآن. يلا يا سعد، أول واحد اختار سعد. بسم الله. يلا على طول تختار، على طول تختار. مخدورة. يلا اللي تبي. يلا. قدام. يلا. كل واحد. أبو ريالين. لا شوف صلالي. أبو ريالين. أبو ريالين. سوبر ماركت. محل العاب. مفروض نبدل انا دحوم. عبد الله والله تدحوم وش مجنون. شيء زين. محل العاب احمد ربي. يعني الله تبي تبدل؟ تبي تبدل؟ لا عشان اقهر. انت تروح لك ابو ريالين. ابو ريالين. والله مشكلة هنا باقي الستيم. اطلع لابو ريالين بس عادي، اخذ معي ام ريالين. ظريف ما شاء الله. عشان تعطيني انت زعلان شوي. انت مش طلع لك؟ اطلع سوبر ماركت. سوبر ماركت حلو. محل الالعاب. اول واحد بنروح المحل مين؟ ابو ريالين. هذا ترى بسم الله. شوف هذا لو ياخذ 50 شيء ترى بالنهايه 50 ريال. والله انت محظوظ، ترى لك دقيقه واحده هناك. بس عاد عندي الصحون وعندي كل شيء. طيب وصلنا محل الالعاب، وعبد الله لك دقيقه واحده. الله يبارك. والله المفروض مو بأدي، المفروض هذا محل الالعاب. والله يا حبيبي باخذ هذه. لك دقيقه واحده. اوكي مستعد؟ مستعد. واحد اثنين ثلاثه بدت الدقيقه. هنجيب وش ياخذ عبد الله. وين راح؟ وين راح؟ اصبر. يلا عبد الله. حلوه. يلا نشوف وش عبد الله ياخذ. اوه والله توبك توبك. رجع مخيس مخيس رجع. يلا عبد الله. يغششك دحوم، يغششك. يلا يا عبد الله. يلا. ما في منه. يلا عبد الله باقي لك، باقي لك تقريبا نص دقيقة. يلا. الوقت راح عليه. يلا عبد الله بتروح الدقيقة ترى. بتروح الدقيقة. تخرب عليه انت. يلا. يلا باقي 10 ثواني. بس ما نبيها رجعها. ايش ما خذي الان حقت عبد الله. صدقني عبد الله. خلاص. يلا ثلاثة اثنين وستوب ستوب 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 ستوب. اخر شيء اخر شيء. مع اخر ثواني. يلا. لا لازم تحطها كلها مكان واحد. خلاص الدقيقة حقت عبد الله. مش ماخذ الاشياء ذي. مش ذي. والله غريبه اشياء. رجع عبد الله رجع. حسافه الدقيقه وبس ماخذ دقيقه ماخذ هذولي بس. والله يا اخي ما عندي. طيب يلا جيب لك سله. يلا شلم شلم نحاسبهم. يلا هي شكلك ماخذ الدحوم انت ولا وش؟ والله كل شيء يقول لي خذ. والله عبد الله مداك تاخذ اشياء كثير ها؟ والله كلها شكلها بتروح الدحوم. اقسم بالله لو انا الدقيقه ذي ان ما اخلي شيء. والله ما ادري انت ابو ريال. ابو ريالين. ابو ريال لين. فهذا كان عبد الله. الان بنروح السوبر ماركت عند دحوم وبنشوف
دقيقة ترى يا شباب قليل والله، لازم معك سلة. عبد الله غلط ما معه سلة، ممنوع سلة. انا باخذ هذه الكبيرة، المفروض فيه منطقة لازم يجمع فيها. لا لا السوبر ماركت نسمح له مسكين يعني. عنده سلة كبيرة. يلا بنروح سوبر ماركت دحوم ومدة دقيقة واحدة. طيب دحوم وصلنا السوبر ماركت، مستعد؟ مستعد. قاعدين تدعمونه ولا ايش؟ لما ادعمني. طيب يلا نحط اللي تبي. لا مالك دخل اللي تبي. هي لا بس في السلة اللي معك لك دقيقة واحدة. اوكي مستعد؟ يلا يلا. واحد اثنين ثلاثة بدت الدقيقة. مع السلامة. على طول. ايه ضاع الوقت ضاع الوقت ضاع الوقت ضاع الوقت ضاع الوقت. وش دخل الكرتون؟ كيفي كيف هذا الوقت؟ 10 ثواني 10 ثواني. غير المكان. طيب ايش بدك؟ تعجبني تعجبني الله الله دحوم دحوم. ما طيب وراك. يلا دحوم دحوم الوقت باقي لك 20 ثانية. وش شطة ما ابغى شطة. وش يلا دحوم باقي لك 10 ثواني 10 ثواني 10 ثواني 10 ثواني 4 3 2 1 0 بس ستوب ستوب. ايه اخر واحد اخر واحد. ايه ليش تاخذ انت؟ ليش تاخذ ليه ما عليك ما والله بس والله وخر وخر شوف شنو اللي فوق. والله عليك دقيقة واحدة ما شاء الله والله سويت نعضل. انا شفت رجعها ذي. لا ما يرجعها. كيف كيف مالك والله والله شوف انت ابو ريال لو سمحت. اسمع اسمع اوريك شيء اوريك شيء. شوف شوف ايش تبي؟ مفتوحة ناقصة شفت؟ ما عندي مشكلة ما عندي مشكلة ما عندي مشكلة. تسوي ها؟ يلا دحوم مبروك سعد. وصلنا محل ابو ريال ما ادري ابو 5 ريال. تعال تعال ايه بس اختبر اصبر. وش شعورك الان؟ الحمد لله انا ناوي ان شاء الله اكثر واحد شرى اكثر واحد يشتري باذن الله. طيب جهز لك انت هي والله تبغى تساعد والله لا الغي انا مساعده شبي. طيب يلا يلا مستعد دقيقه واحده يا سعد. الو مقاسي ذا بس مقاسي. يلا واحد لحظه ما اخر بس اوف وش تبي؟ العربيه اوه جايب عربيه. واحد اثنين لا لحظه لازم احطها جوا. ايه تركض تركض. واحد اثنين ثلاثه بدت دقيقه. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. ايه العربية الو طيح وين رايح انا؟ والله الدقيقة بتروح ترى مالي دخل فيك. اخلص يلا ساعد ايش ماخذ قاسي ذا تعبان. قدك قدك راح 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 ما ادري عنه عربيته ذا. والله ابو ريال ما طلع له شيء. ها انت موديني انت الله لا خسرت تعلم. والله سعد دقيقة بتروح خمسة ايوه بقول 10 ثواني 10 ثواني سعد. هي وش ما تخلص هي دحوم خلاص هو خلص الوقت والله خلص الوقت خلص الوقت رجع رجع خلص الوقت خلص الوقت. بالله انا بسأل هذه الشبيبة حقت سجادات خلها موديني محل بريلين موديني محل بريلين. انت اللي طلع لك بريلين بسم الله تحاسب. وش ذي اصلا وش اخذنا لنا؟ ايش تبيها؟ بس تبي تقهرني يعني؟ حط فيها الكنز. طيب ايش دخل؟ وش دخلني انا؟ انت اللي مختار بوريلين طيب. انت اللي حاط بوريلين وسحبتها. في ايس كريم في محل ملابس. بالله بالله شوف هذه عندنا في البيت حقت الكشته ما اخذها. هذا يدلك تعاند. تعاند بس ها؟ على شان اقدر امسكها. لا وخر بس لو سمحت. خلاص هذه طلع معك مشكلتك. وش ماخذ تحت انت طيب؟ ما ادري زنوبه. ماخذ زنوبه. ماخذ نعال هذه. ايش جوك انت؟ والله رحمت شيخ. والله يرحم. طبعا نغير اللون هذا اللي يطلع لابو ريال. ما في استرجاع استبدال. ما في استبدال اللي اخذت دقيقه لك خلص. يا اخي وش حد اعطني وقت زياده يعني. ما في لا والله يرحم تكفى الشدعه. لا والله ما تكفى 15 ثانيه. دقيقه دقيقه واحده متفقين يعطوني 10 15 ثانيه 10 ثواني 15 لا 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 تعال تعال تعال. اذا بنسوي في انستغرام بس بشرط المتابعين الحين اللي ينظرون هذا الفيديو اكتبوا في التعليقات اذا سعد يستاهل مكان ثاني بنصوره على حسب كم لايك تبي كم تبي لايك على الفيديو الحين. يلا الفيديو ذا؟ إيه؟ كم يا شباب؟ يلا 200 ألف 200 ألف
250 يا شباب. 250 ألف لايك وسعد يختار المكان اللي يبيه دقيقة كاملة في المكان اللي يختاره. أنا معه أنا معه. لا 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 بس. لحظة وين ذي؟ مسكين يرحم والله. يرحموني. شباب تكفون. خلص معي. حرام. خلوني أستانس. طيب يلا نشوف بعدهم حسب اللايك. وش المحل سكريم وكذا ها؟ أي تختار أنت. شباب تكفون. لحظة شباب تكفون. خلاص. يا سلام على الجو. والله الجو مطر وناس من أبو ريال ما شروا شيء. ها؟ وش شريت شريت والله يرحم والله الله يرحمك صراحه بس للحين ما نسيت الزنوبه حقته ما انا زنوبتك ترى الحمد لله شريتها اهم شيء انك طلعت زنوبه طيب بتمشى فيها بعد فباقي بس سعد اللي اذا انتم تبغونه يروح محل ثاني على اختياره وصلونا لايكات كويسه واشتراكات يا ليت يا شباب يعني اذا وصلتونا 250 الف لايك فسعد والمقطع بينزل في الانستغرام حقنا مش في اليوتيوب سعود فور براذرز الرابط تحت في الانستغرام حقنا في الوصف تحت طيب هنا وصلنا نهاية المقطع لا تنسون زر اللايك ان شاء الله عجبتكم الفكرة لايك واشتراك في القناة ورابط الانستغرام حقنا تحت في الوصف نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي مع السلامة بطل يبيلها كشتة والله يبيلها كشتة طلعة